ننتقل إلى أسواق المال الإماراتية، حيث أغلق سوق أبوظبي المالي مرتفعا بنسبة 0.37% عند مستوى 9618 نقطة. تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.305 مليار. من أصل 65 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 26 شركة، بينما انخفضت أسهم 32 شركة وبقيت 7 شركات على ثبات. أما على صعيد الأسهم المرتفعة، زاد سهم إيبكس للاستثمار نسبة بلغت 14.59% ليغلق عند 2.12. إنما ارتفع سهم ريسبونس بلس القابضة بنسبة 9.30% ليغلق عند 4.35. كما أغلق سهم أريد مرتفعا بنسبة 7.83% ليغلق عند 12.40. بينما انخفض سهم شركة أرام بنسبة 9.77% عند 1.94. أما في سوق دبي المالي، فقد أغلق المؤشر العام منخفضا بنسبة 0.16% عند مستوى 3924 نقطة. تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 552 مليون درهم. من أصل 39 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 16 شركة، بينما انخفضت أسهم 21 شركة وبقيت شركتين على ثبات. ارتفع سهم شركة أوراسكوم كونستراكشن PLC بنسبة 9.86% عند 3.78 دولار. كما ارتفع سهم بنك المشرق بنسبة 7.14% عند 150 درهم. أيضا ارتفع سهم شركة دار التكافل بنسبة 5.40% ليغلق عند 0.78 درهم. بينما أغلق سهم شركة الفردوس القابضة منخفضا بنسبة 9.97% عند 0.81 درهم. ولتحليل أبرز ما جاء في أسواق المال الإماراتية، أبدأ مع حضرتك من بورصة أبوظبي والتي سيطر عليها اللون الأخضر لليوم الثالث على التوالي. ما تحليلك أيضا لأداء السوق؟ يعني أبوظبي من نقدر نقول إن هي من قبل أجازة العيد كمان، وهي كانت شايفة أداء إيجابي. يمكن النهاردة صحيح إن إحنا بنحافظ على مستويات 9600 نقطة، هي عندها ما بين 9600 نقطة لل 9730 نقطة. المنطقة دي كلها مناطق مقاومات، خاصة إن هي أول مرة تروح للمنطقة دي من نقدر نقول من منتصف مارس الماضي. ولكن نعم، أعتقد إن هيبقى في تحول للسيولة خلال الفترة اللي جاية على الأسهم، طبعا بدعم من القطاع البنكي والقطاع العقاري، اللي دايما زي ما بنقول إن القطاع العقاري هو الحصان الأسود في أسواق الإمارات بشكل كبير. نعم. كمان عندنا يعني ده هيعزز لي طبعا من المشاركة الاستثمارات، خاصة ان احنا عندنا يعني مؤشرات الاقتصاد الكلي ايجابية جدا. انت عندك معدلات توظيف هي الافضل، مدير المشتريات مرتفع، تحسن في بيئة الاعمال هو الافضل من 4 سنين، عندك ارقام للتدفقات الاستثمار الاجنبي يمكن هي الاعلى في المنطقة خلال ال 2022، وده مستمر وان كان في تراجع شوية خلال 6 شهور من الاولى من 23، ولكن نقدر نقول ان دايما اسواق الامارات مرتبطه اكتر بعمليات الفايده وعمليات التيسير والتجديد النقدي المختصه اكتر بالبنوك المركزيه والبنك الفدرالي، ويمكن ده اللي كان مؤثر شويه على حركه المؤشرات والاسهم. ولكن اعتقد ان احنا ممكن نلاقي اداء افضل خلال ال6 شهور الجايين. نعم استاذه منى، ما تحليلك ايضا لاداء سوق دبي الذي هبط اليوم بعد صعود الملحوظ بالجلسات الماضيه؟ يعني بعد الاداء اللي حصل امبارح، اعتقد ان هو كان يعني هبوط طبيعي جدا، خاصه ان هو كان بادئ جلسه النهارده بنفس العنفوان. طبعا كان في دعم كبير من كذا قطاع، ويمكن كمان على راسهم شركه بروج. يمكن القطاع البنكي بس هو اللي ساهم النهارده في عمليات تجني الارباح اللي حصلت على المؤشر. واعتقد ان احنا مع وصولنا لمستويات ال 3950 نقطة وقربنا من مستوى المقاومة ال 4000 نقطة، كان لازم ان هو يحصل في عمليات البيع اللي حصلت النهاردة وعمليات التهدئة اللي حصلت، خاصة ان انت
دي اول قمه بتشوفيها من 2015، فلازم ان يحصل البيع ده. ولكن ارجع واقول لك ان برضو يمكن عمليات التبديل المراكز اللي بدات ان هي تظهر ده اللي مأثر شويه، انخفاض، مش هنقول انخفاض السيوله، ولكن تنقل السيوله من دبي اللي كان بيتركز فيها السيوله على مدار الثلاث شهور اللي فاتوا، بدا ان هي تتناقل من دبي لابو ظبي شويه، عشان كده بنلاقي ان في تحسن كويس في سيوله سوق ابو ظبي. ولكن نقدر نقول ان احنا يعني منتظرين نتائج عمل الشركات اللي هيتم الإعلان عنها تبعية على مدار الأسبوعين الجايين. ده ممكن إن هو يخلينا شوية متفائلين بإن صحيح. عمليات جني الأرباح دي مش هتستمر معانا كتير، ولكن ما زلنا عند رأينا إن السيولة هي المتحكمة شوية في اتجاهات المؤشرات سواء أبو ظبي ودبي خلال الفترة اللي فاتت والفترة اللي جاية. نعم، وضحت النقطة. بشكر حضرتك أستاذة منى مصطفى، مديرة التداول في شركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية، لمشاركتها معنا اليوم.